السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا يا ام اسلام، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ والله انت كلامك زي العسل والله. الله يخليك، كل سنه وانت طيبه يا ام اسلام، انت اتفضلي. طيب يا باشا، ازاي حضرتك يا عم الشيخ؟ ربنا يخليك لينا يا رب، انا اتفضلي يا حرمت فندم، من سؤالك يا رب. ربنا يكرمك، اتفضلي والله يا ام انت اسلام. منور الدنيا ومنور الشاشة والله يا عم الشيخ. الله يبارك فيك يا فندم، الله يسترك، انا اتفضلي. ليا سؤال عند حضرتك، سؤالين بس بعد اذنك. اتفضلي يا فندم. انا جوزي متزوج زوجة تانية، تمام تمام؟ تمام وكان بيعاملني احسن معاملة. طب راح يتجوز ليه عليك؟ هو ده نصيب ربنا بقى وقدر ربنا. طيب ماشي، بقالك كام سنة وانا متجوزاه؟ بحبه، بقالك كام انا سنة يا حاج؟ بقالي 30 سنة. 30 سنة، تمام. وانا بحبه موت، بموت في التراب اللي بيمشي عليه. ربنا يكرمك، ست جميلة ومحترمة، اتفضلي. وانا رضيت بقضاء الله. تمام. يعني انا رضيت بقضاء الله وخلف، والحمد لله. هو ايه؟ كان بيجي لنا هنا اسبوع وهنا اسبوع، ماشي؟ تمام. هو دلوقتي اصبح ان هو تعبان، يعني مريض يعني وكده تعبان. بيعاملنا دلوقتي اسوأ معاملة. ما بيجيش عندك البيت ولا ايه؟ لا، بيجي كل 15 يوم 3 ايام. 3 ايام والباقي هناك عند الست التانية؟ يعني كل 15 يوم. طب هنا انت 3 ايام عندك خلفت منه ولا لا يا حاجة؟ انا معايا رجالة، انا معايا واحد مخلص دبلوم والتاني معايا رجالة، معايا 3 رجالة. طب معايا جوز واحد مخلص دبلوم عنده 26 سنة. تمام. معايا الخمس حقوق ومعايا دبلوم صنايع، 3 رجالة، 3 طيب شباب. هو بيجي عندك 3 ايام بس وبروح عند زوجته التانية الباقي. طب هو المشكلة بقى فين بيقول بقى ان يا هي حاجة؟ شغال كده. نعم. المشكلة فين بقى يا ست الكل؟ المشكلة بقى ان هو كده، يعني كل ما اجي اقول له على حاجة يزهق ويشتم ويبهدل فيا وفي اهلي وكده. فانا دلوقتي انا بطلب يعني ان هو يعاملني بالحسنى. تمام. وعاملني بما يرضي الله، بس حقك، مش عايز حقك مني يعاملك اكتر. بالحسنى وحقك يعدل، هو ولازم كده يعدل، كل ما هنا اجي ليلة وهنا وحل. ليلة، هقول كده، هقول. لا انا، لا الموضوع انا مش هنا ليلة وهنا ليلة. هو كان بيقعد هنا اسبوع وهنا اسبوع. ماشي، اتفقوا، مفيش بس مشكلة. دلوقتي هو دلوقتي بقى كل 15 يوم لظروفه الصحية والمرضية تمام. طب بيجي هو كل 3 ايام، بيديكي كل مصاريف يا حاجة ولا لا؟ بيديكي مصاريف؟ لا بينفق علينا، بيدينا مصاريف الحمد لله. طب بيديكي مصاريف، يعني شكوتك كلها انه ما بيعدلش في المبيت عندكم في البيت. ما بيعدلش في المعاملة الحسنة، أنا مش عايزة منه حاجة غير هو يعاملني بالحسنى بس. طيب. طب فين المعاملة السيئة هنا يا حاجة؟ نعم. هي بتقولي بيعاملك معاملة سيئة، فين المعاملة السيئة؟ كل ما اجي اكلمه يشتم، ويا بنته ويا بنته. يشتمك يعني، بيشتمك. كل ما اجي اكلمه يا فضيلة الشيخ يشتمني ويبهدل فيا، واي مشكلة يسمعها يبهدل فيا ويشتم بأهلي، وانتي وانتي، ويقعد يشتم ويسب وياخد ذنوب وانا باخد حسناته. طب ما يا حاجة ما تصبري عليه شوية، يمكن مرضه مأثر عليه نفسيا وتعبه شوية، ما تصبري عليه شوية. انتوا برضو عشرة، وعشرة طويلة، ويعني طبعا سنوات طويلة بينكم، وانت بتقول لك بتحبيه وعايزاه. طب طبعي انا عليه كده بحبه لما يجي وبحب لك. التراب اللي هو بيمشي عليه. ايه؟ انا بحبه وبحب التراب اللي هو بيمشي خلاص عليه. ماشي، يبقى ليه بتخليه يطفش من البيت؟ حولي له البيت لجنه، ارجوكي حولي له البيت لجنه، بحيث هو مش عايز يخرج من عندك تاني، يبقى رايح البيت العيال التاني وهو متضرر. انا عايزك كده تعامليه معامله طيبه. مشاكل العيال بقى يا فضيله الشيخ، العيال كبروا ولهم مشاكلهم. طب ماشي، مفيش مشكله، الدنيا كلها اللي مشاكل. عايز يكتب واللي عايز يشبك واللي عايز يتجوز واللي سايب شغله واللي عايز يشتغل في حاجه تانية غير شغلته وكده. طيب انت سؤالك، انت عايزاه يعاملك معامله طيبه، سؤالي تعملي ايه؟ انا دلوقتي هو انا كنت بقول انا واختي بنواصل مع بعض. هي اخت واحده بس. ايه؟ على 4 صبيان. هي اخت واحده بس. بس هو مش بيحبها، فحلف عليا يمين تكوني طالق وده اخر يمين ليكي، لو رحت لاختك الا في الموت. طيب ماشي. فجيت انا سالت فضيله واحد شيخ في الجامع مؤذن، فقال لي ايه، راح متصل عليه. قال لي ايوه انا كنت ناوي ان انا اطلقها لو راحت لاختها. تمام؟ تمام. فجيت بيني وما بينه وانا بتصل بيه بقول له بما يرضي الله، انا انت ناوي على طلاقي؟ يعني انت كنت عايز تطلقني؟ قال لي لا، انا عمري في حياتي ما نيتي ان انا اطلقها. طيب. يعني ان انا جبتها كلها دي ثالث يمين، ما كنتش ناوي ان انا اطلقها. فانا طيب. بسال بس حضرتك، انا دلوقتي اروح لاختي ولا انا دلوقتي اعمل ايه؟ لا لا، ما دام حلف عليكي خلاص ما تروحيش، وانا هقول لك ازاي تتعاملي مع جوزك، وربنا ان شاء الله يكرمك باذن الله. بشكر حضرتك جدا يا حاجه، عشان اسلام اللي طبعا جوزها راح يتجوز عليها، وبتقول لك انا بحبه جدا، ومش بس بتحبه بس، ده بتحب التراب اللي بيمشي عليه. ست عظيمه جدا، طبعا بتحترم جوزها وبتقدر جوزها، بس جوزها راح يتجوز عليها، وبتقول لك سلمت امري لربنا سبحانه وتعالى. المشكله انه هذا الرجل دلوقتي بقى بيجي لها 3 ايام بس، ويروح يقعد هناك 15 يوم عنده مراته الثانيه. تعمل ايه وتتصرف ازاي؟ طبعا لازم نقول لجوزها، ونقول لكل واحد متجوز اثنين، حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام،
من تزوج من امرأتين فلم يعدل بينهما، اللي جوز اتنين ولم يعدل بينهما، جاء في يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. ويعني حاجة دي حاجة صعبة جدا لما يجي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل إنه ما عدلش. فاللي جوز اتنين لازم يعدل، العدل في المبيت، العدل في الكسوة، العدل في النفقة. لو جاب لي دي شوية شاي يعني يجيب لي التانية شاي زيها بالظبط، لو جاب لي التانية علبة حاجة مثلا أي هدية لازم يجيب التانية هدية زيها. هو ده يا جماعة اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة. المشكلة كمان إن هو بيعملها معاملة سيئة. بتقول لك بقى لها سنوات طويلة معاها، فأنا بنصحها أن تصبر عليه. أنصحك يا حاجة أم إسلام أن تصبري على سوء خلق زوجك، وخدي بالك ثوابك هيبقى عظيم قوي. تفتكري ثوابك هيبقى إيه؟ هتفرحي لما تعرفي والله أنت وكل زوجة صابرة على سوء أخلاق زوجها، هتاخدي ثواب آسيا بنت مزاحم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني اتكلمنا عنها في القرآن الكريم في سورة التحريم. الرسول قال لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاه الله من الأجر مثلما أعطى آسية بنت مزاحم. فاصبري واحتسبي وعاملي معاملة طيبة وربنا يدولك إن شاء الله. بس قولي له وذكريه إن الإسلام بيقول لك إذا اتجوزت من اتنين لازم تعدل، وأما سوء خلقه فعشان مرضه وظروفه الصحية بقى، فهو ده أبو ولادك وأنت معاشرها 30 سنة يعني، والعشرة ما تهونش على ابن الحرام، فأنت يعني استحمليه على قد ما ربنا يقدرك وربنا يدولك إن شاء الله.